ابو قلبك لبيه قد ركبته على العيال عند الباب قول جيبوا لي احجار معكم اعطوا احجار يا شباب لسعد وش الطبخة يا عيال هذه مخلة تقول جيبوا حجر لسعد هذه كبدة ايوه شنو مساعدكم شنو مساعدكم كبدة قطو هذه كبدة يطول العمر سعد لو تشوف لا ولا تدري شوي خليني اقطع الكبده اي عطنا سكينه ثانيه خلي واحد يقطع البصل معي والطماط انا والله ودي اخدمك يا وجه محل لكن اهلي كفو عندك طب سلطان ظاهر من يبان ها والله لو يدعيني لي بكره لو يجي هنا اللي هو ما انا رايح يا ولد عطنا سكين ثانيه يا مخلد تعال قطع معي البصل شوف هذا يشر لك خليه يشتري بديريه لا سلطان سلطان شو الشغل ذا الله يجزاك حطه هنا وقطعه اصح انا مغسله ذا قبل شوي حاط فيه قلبي ما هو قصه تغسل ايش فيك من الربع انا ما ادري انا وجه انا ايش رايكم وجهه نظر هذه مشكله الحذري يلا اول مره اشوف واحد يقطع في التاور قطع هي قطع هنا طيب هي تقطع هنا ثم تقطع ثم ترد تبين اجيب لك اللي بالمطبخ هذه اجيبها لك جيبها وجيب معك سكينه شرب البصل لا خل لا بس بكرة يقعدون ساعة ما جاوا المطبخ أقصد لا أبو محمد بالمطبخ والله عشانك ورباح ولا والله ما قطع الصاجة مو صاجة أنا بجيب لك هذه يسمونها ذي لا اسمع تلقى فيها بهارات كاري أحمر أصفر كيس مع كركم جبها ايه مخلد جيب السكين بالله اذا عن بربع بيجي تعال قطع البصل والطماطم بيجي الحين بربع قطع البصل والطماطم اوكي ابشر كم عندي صوت سلطنه؟ والله عليكم السلام كيف حالك؟ سم ها؟ قدرنا نقصر كم تبغى واحد ولا اثنين؟ اسمع طلب مني انا؟ ايوه واقوموا هذيك يا عمر نبغى بوس الواوا لا نوا يا عمر ما تعرف بوس الواوا قصيدة هيفا اوكي وبراد وقدامنا اوكي 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 ابد خذ راحه تروحك يا ابو محمد مخلد ارحب مخلد ها لا خلاص هذا جم سعد تشوف الجمر ذا بيولع كبدتنا ولا نجيب العين؟ نجيب العين لا جيب غاد ها قوم هرول على المجلس مخلد شوف كذا جيب الاسطوانه والعين لا لا ذي تسد اقصد كان عشان نسوي تونه ونسوي ولا تبغى ذيك استعينونا ذيك وش هي؟ صغيره فيها غاز جيبها في حطب جيب حطب لا حطب بيطول ما اسمع حتى ذا شو اسمه هذه احسن صح؟ سعد فيها غاز روح شوفها فوق ها جيبها جيبها هي اقوى من اوكي اوكي عشان تصلحونه براد شاهي اوكي روح فوق على سرير سعد فيه حيوث العين سريرك حطاني عنده طليان وذبايح والحطب وشبة الضل عند سرير المري العود الازرق العود الازرق احنا بيني وبينكم شايلين وين حاطين عنده شبت الله الله يشغل هذا انت داخل علينا ما جيناك انا روح الله ارشيد خليني افضفض لك ارشيد ابو رباط شو يلا يا عيال محصن محصن انا قلت لك العلبه كيس سفراء بس انت جبت لي علبه الله يسلمك محصن ما حد يقول لي شيء اللي انا بعطيكم اياه انا اكتشفت اني كل يوم احب مخلد زياده اي هو صوت والله راح يسد كلام اخي مخلد قام تطلع شخصيته المرحة اللبغه وصار قال لك جيب سكين ترى يبله والله والله نعم انا قد قلتها وقد قلتها ما ادري قلت الشباب انا كل يوم مكتشف بروح ليش ما جبت سكين تبي سكين والله مخلد يعني لا خلاص خليه بيجي مخلد اخي شوف سبحان الله مو موجود ولا
حضر عشان يقطع البصل والطماط بس عشان يعني اكون خلصت انا كبده اكون السكريات اكتب ولا سحر الضحك وابشر بسعدك ليه انا مخلد كبده حاشي البيتين بيتين خلاص شو يقول هذا قال من هو انت كبده الغنم يجيك حمراء بيتين في مخلد قال يا ليل بيتين 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 خلصت القريحه الشعب مو عاد فيها وشو عز الله مليون يقول بيجيب سكين من هو في واحد اليوم باهمني يقول ابشر لك بسكين انكو لا لا بس نبي براد شاي ابن غاضب جمعت اي شوف المري طال عمرك ما شاء الله تبونها صغار ولا مري ونصل بيامي ورباح عشان صغار ولا انا ما ابي ما ابي ليه ما اخي فطور ما شغل ما اللي مسويها انت وشو يسويها الدفين انا ابشركم اعلمكم بعد شو فيه طبخ الحليب ويوم خلص حط الشاي دليل دس سمكر اطالب من اباضه ومن يب ما يشغلون دس سمكر تكفون لا 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 شغلوه كل وقت صلاه شغلوه لا والله لا جاء وقت الصلاه رقدوا جاتهم الشياطين يا منيب شغله كل وقت صلاه اليوم شغلوه ايوه اقوى ارحبوا ارحبوا لا جاء وقت الصلاه تكفون سمكر احنا لا قد الجلسه صغيره ونسمع بعض سمكر ذا ما نبي الا شغلوه عطى اي عطى سلام بس هذه تريلا تستهرب بس لا حد ينقلب يا رجال يطيح بالضوء هذه تريلا تستهرب ما يصلح مخلد هلا جبت السكين